الإنسان هو حديث الصغير والكبير، ولم يكن هناك ولم يكن، ونعتقد أنه لن يكون أي مكافحة جدية للفساد، فإن النظرية الرأسمالية التي تعمل عليها هذه الحكومات المتعاقبة تتطلب إطلاق الحريات العامة، إطلاق التنظيم النقابي، وإطلاق حق الناس للسعي لزيادة الرواتب. افرضوا ما تريدوا من قوانين ضريبة الدخل إذا كان هناك دخل، ولكن إذا كان محظور ومحجور على النقابيين وعلى عموم أفراد الشعب أن يطالبوا بزيادة دخولهم وزيادة رواتبهم المجمدة منذ سنوات وسنوات، والتي أكلها التضخم وأكلها ارتفاع سقف كلفة الحياة، فإن من حق كل النقابيين ومن حق كل الأفراد الطبيعيين ومن حق الأفراد المعنويين والشركات أن تعلي الصوت عاليا. إن السبيل هو إيجاد اقتصاد إنتاجي حقيقي يرفض التنمية ويؤدي لزيادة معدلات الإنتاج، وليس إيجاد قوانين فقط تعالج الوضع كما يعالج الولد المدمن من جيبة أبيه. ارفعوا أيديكم عن جيوب الناس، ارفعوا أيديكم عن التنمية، ارفعوا أيديكم عن الحريات العامة، دعوا الناس يتكلمون. هذا البلد هو للشعب، والشعب هو مصدر السلطات، فإذا كان هو مصدر السلطات فلتسمحوا له أن يعلي صوته وأن يطالب بزيادة دخوله، وبعدها خذوا ما شئتم من ضرائب. الاحتجاج الذي يؤدي مهمته حين يسمع الآخرين وينظرون له ويحللونه وفق واقع المجتمع الأردني. نحن اليوم أيها الإخوة، ولديكم أيضا إخوان لكم في المجلس، في مجلس الأمة، في النواب والأعيان، هنالك أناسا لا يمتنعون عن دفع الضريبة، ولكن لا يرضون بأي حال من الأحوال هذا التغول وهذا الانهيار في التسارع التشريعي القاتل للأردن والأردنيين. نحن لا نطالب بأن لا ندفع ضريبة، ولكن نطالب بأن يكون هنالك دراسة للواقع المجتمعي وواقع الأسعار وواقع الرواتب وواقع المهنيين وواقع المؤسسات التي تغلق اليوم في الأردن، وواقع العمال، وواقع الإضرابات جميعها، وواقع الشركات التي تغلق وتخصص، وواقع المستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين الذين يهربون فرارا إلى خارج الحدود، إلى دول جانبية أو دول بعيدة، فرارا من حكومة الرزاز وممن يقف مع حكومة الرزاز اليوم وممن يساند حكومة الرزاز. لا نتكلم على الرزاز كشخص، ولكن نتكلم على الرزاز كوظيفة كما يفهمها المحامون وزملاءنا، بالإضافة إلى وظيفته. فإنك يا رزاز بالإضافة لوظيفتك لا تنظر إلى الأردن نظر الحصيف، ولا تنظر إلى الأردن نظرة واقعية. أنت لا تسير في الأسواق، أنت لا تتعامل مع النقابيين والمهنيين في الواقع الصحيح، أنت لا تسير مع العمال، أنت تلتقي أناسا هنا وهنا نقدرهم ولكنهم غير فاعلين وغير ناشطين. أنت لا تلتقي الاعتصامات ولا الحراك المنضبط، أنت لا تلتقي الأساتذة في الجامعات. وكلنا عمل بأن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يدافعوا عن هيئاتهم العامة وعن كل الأردنيين في وجه هذا التغول الحكومي، وستقابل كل خطوة بإذن الله من هذا المجلس بخطوات منا، وسنكون خلفهم بإذن الله لتحقيق طموحات الأردنيين بالعيش الكريم في وطنهم، وطن العزة والكرامة. عشتم وعاشت النقابات المهنية وعاش الأردن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور. كل الشكر دكتور على هذا البيان. سنبقى نحن النقابيون نتابع خطوات وخطط واجتماعات مجلس النقباء. كان من المفترض لهذا المجلس أن يعقد اجتماعا طارئا
يعني في حدود اليوم أو بكرة؟ ثلاثة ما شاء الله. فأجلوا للثلاثة مش مشكلة. خلينا نشوف شو بيطلع معهم من هون ليوم الثلاثة. يكون قرر القانون. يعني وبانتظار أن نشاهد خطوات لهذا المجلس. كما قلت وكما ظهر في البيان، ظهرت الإيجابية واضحة منا نحن النقابيون رغم عدم رضا البعض. البعض من النقابيين ما زال يعتبر هذا الخطاب الموجه لمجلس النقباء هو أقل من المطلوب، ولكن سنلتزم بالعقلانية ونتسم بالإيجابية وننتظر أي خطوات جادة من مجلس النقباء. وكما ظهر بالبيان، إذا كانت هذه الخطوات في مصلحة الهيئات العامة للنقابات والمنتسبين وفي مصلحة الشعب الأردني، كما قلنا هذه النقابات هي الحصن الأخير للشعب الأردني، سنكون جنود خلف كل مجلس نقابة وكل نقيب وخلف مجلس النقباء.